أنا اسمي أم محمد، عمري 44. صرت 44. تزوجت سنة 2003، 17/1، كان عمري 30 سنة. أنا زوجي ما بيشتغل لأنه عنده إعاقة، شلل تقريبا 80%. أولادي عندي 3 أطفال، مؤمن، محمد، رماس، 10، 12، 7. بعد ما أصلي العشاء بطلع شارع 30 أنا، وأحيانا بتكون معي بنتي، أنا لما تكون الدنيا برد باخذهاش معي، بس لما يكون في زيك الجو كويس باخذها معي. ببلش اللي بلاقيه قدامي باخذه. شو بلاقي؟ بلاقي سلاك، بلاقي علب، بلاقي بلاستيك، بلاقي شو، حديد، اي اشي بنشال بشيله، اللي بتقدر تشيله العربية بشيله، اشي ثقيل يعني زيك ما بتقدرش تحمل العربية بشيله، اللي بلاقي بالطريق احيانا باخذه. وبروح وببلش من اول وجديد. أنا لما أجمعه كله ببيع أنا يوم سبت، يوم الجمعة هو اليوم الوحيد بكون عندي فراغ يعني شوية، ببدأ بعد أذان العصر ببلش. اللي بده تنظيف عندي مثلا علب بكون بده تنظيف، مليان بيبسي بكون، مليان شلمونات، في وسخ، في محارم، يعني كمان هم جايبين لي السلات متجايبه، يعني هم جايبينه معبين لي خصوصا، بكون مليان والله، يعني في وسخ. بتلاقيني بقول لك بقوم مرة واحدة العلب، ما بسويها يوميا، بسويها اسبوعي عشان اخلص من مرة. بتلاقيني بعبيهم بعد ما نظفه وبكب زبالته كله بنظفه وبسويه، واحيانا بطعجه، احيانا انا ما ليش قدرة. أنا عندي ابني مؤمن بيساعدني بالفرز، والله ما بحبش أنا يعني، هو بيساعدني بس أنا والله بشفق عليه، ما بحبش يساعدني زي هيك، بحبش أحسه متغلب زي ما أنا متغلبة يعني، تلاقيني بتقطع والله لما يساعدني، وصعب يهون علي يعني، بيساعدني بيسرعني إني أخلص وأنجز، بس والله يعني هيك بتلاقيني بتحصر عليه أنا.
دايما بقول الحمد لله والحمد لله والحمد لله، لحد ما واحد ما يموت ويقول الحمد لله انه له اجرين له ايدين له قدره يعمل اشي. صح انا تعبان لكن الحمد لله مستوره ماشيه.